انا حاني رمزي والنهارده هشتغل صبي عند قسطه عند معلم في محل كشري وهتشوفوا ايه اللي هيحصل. شكلي انا رمزي بالمل بيشبه ها كل الناس بتقول لي كده. لا والله يا سعيد كل الناس انا قلت انا رمزي. السلام عليكم. يا عيش ربنا يكرمك وتبقى زيك. امين يا رب. طب صور فيلم ولا ايه النظام؟ لا شباب عايز طبق حكايه. تاكد وفي ناس بتتصور معايا. ده انا عارف ناس شبه تامر حسني بياخدوا منه فلوس كل شهر وبتاع. لا لا, لا لا حد الله حد الله. انا طبعا عشان ما شفتوش قبل كده فيس تو فيس. اسمها ايه؟ ما شفتوش ايه؟ فيس تو فيس يعني العب معاهم الشطه. يلا تسلم ايديك. اديها 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 تظبطك. لا وانا عندي مشكله في بالنسبه للشطه. ليه؟ مش هقدر اقول لك. اجيب لك شويه شطه خفيفه على خفيف. لا ها زود له بقى. لا لا ما تاكلش على خفيف. اسمع الكلام اسمع الكلام والله على خفيف. شويه ماكلك الاكل ده معايا. المفروض هتظبط. والله هتظبط. والله والله هتظبط. انت وشك بشروش كده. اسمعيني من عند اخواتي. عند اخواتي بياخدوا شطه. لا هو من الدنيا ما بياخدوش شطه. المواسير الايه؟ المواسير. المواسير حاسس بحاجه؟ حاسس بايه؟ حاسس بيه. طب يلا تلك عشرة. الفنان هاني رمزي؟ لا شباب. لا هو لا والله اصل يعني الشيف مش باين. ما تخافش يا ولد. تمام انت. طب بالهنا والشيف اجيب لك شطه. الله يخليك. اجيب لك شويه شطه. افلامك كلها عسل. ها؟ لا شباب. لا لا والله الناس كتير برضو بتتلخبط. لا 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 يعني حتى بنتي قالت الاستاذ. ايوه ما كل الناس بتشبه عليك. ناس كتير بتشبه عليك. لا 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 اوعى تنهار. لا انت هو حمدي. طب الله يكرمك يا حاج. الله يكرمك تعيش. الله يخليك. طب مرش باي حاجه. ربنا يخليك. صحيح. طيب الله يخليك تعيش. قول له يا باشا ربنا يكرمني وابقى زيه واوصل اللي هو فيه دلوقتي. يعني كان نفسي ممكن اشتغل له دوبلير او حاجه لان الشبه جامد. قول له اصوركم وانا مع بعض. اصوركم؟ انا عاوز اصور معاك. صور هنا؟ اه. لا يا رب. قول له انا باكل عيش من الحكايه دي كتير. انا باكل عيش من الحكايه دي. في وظائف ممثلين تيجي. أكله يا هاني. أكله أكله. أنت مهلك متأخر ليه؟ أنا مش عارف. هتأكلني كمان؟ وفيها إيه؟ أنا خدامك يعني. طيب ماشي. هما دول يا هاني. هما دول. طلباتك. واحد وسلامة. زو. هاني 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 الاثنين اللي دخلوا دول جامدين قوي. هنعمل عليهم شغل جامد جدا. شبهه عامل زيه. شبهه بالظبط. اه ما اعرفش. سبحان الله سبحان الله. بس شبهه باين عليه. باين عليه هو ولا ايه؟ شوية شطة؟ شطة شطة سبحان الله. هاني رمزي. سبحان رمزي بالظبط. أيوة صح. ناس كتير. أيوة بالظبط. تمام. الله يخليك تعيش. طب تؤمر بأي حاجة؟ تعيش. حاجة يعني بص حاجة لا تتخيل.
كده. هاني نزل لهم شيك ب 50 جنيه. جنيه؟ ما اعرفش والله. ما الطلبات كل واحد 20. على كل نعم. كل ما بيجي بنفس الاسعار. انا ما بتكلمش عن الفلوس. اي بتكلم الجديد يعني، ولا عشان شكلك شبهان رمز يعني. في حد هيزود المحل يعني. المحل هيزود؟ المحل هيزود؟ هيزود ايه يعني؟ مش فاهم. لا اعمل 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 مشكله يعني يا بيه. ولا يهمك ولا يهمك. لا انا مش على كده، انا بتكلم يعني هو ايه التغيير يعني. ولا يهمك، المحل محلك مفيش حاجه. عم استنى انت مكسوف. شكرا. مفيش حاجه، المحل محلك خلاص. خلي علينا خلي علينا. عشان شبه هاني رمزي يعني، وعاملين لك شبه هاني رمزي وبتاع جاي تغلي يا بيه. مفيش حاجه. مفيش حاجه يعني. يعني انا هروح فين جنب هاني رمزي يعني عشان ازود جهه؟ غريبه يعني، مش عارف بتعمل لي كده. كبر الموضوع يا هاني، ما تنيمش الموضوع. هو اللي زيك هم السبب اللي خلوا الاسعار كلها تتسابع في البلد. ماشي ومعلش ما ينفعش الكلام ده. ممكن اسالك سؤال؟ انت قلت 40 صح؟ ايوه. انت رجعت 50 جنيه ده؟ لا والله. لا مؤاخذة. مش تمسك الفلوس احنا ندفعه ولا انت بتعمل؟ لا مفيش حاجة، بس نسيتها مش أكتر. نسيت ال 10 يعني. ماشي. ما تسيبوش ده يا هاني، الراجل ده ما تسيبوش. انت زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ نعم ايوه كده. ايوه برافو عليك. بس حاجه غريبه يعني، احنا كل يوم هنا. ايوه طب فيها ايه؟ نفس الاسعار. ما حصلش حاجه. ها؟ ما حصلش حاجه. عشان منه شبه هاني رمزي. خلاص حقك علينا، حقك علينا. ما تزعلش. انت ساتر متاكد ليه ان انا ها؟ انا متاكد. أو كلهم متأكدين. كل الناس بتشبه الصوت الماشية. الصوت الماشية اهو. يعني هو ولا مش هو؟ انا مش عارف. هو طبعا 100%. يبقى هو هاني رمزي. خلاص زعلت على ساعتها 40 جنيه. انا قلت 40 جنيه عامل ايه؟ انا بعد ما خرجت كنت هركب وامشي. رجعت برضه عشان اقول لك ان انا مع ايه؟ هاني عمرو 8 ساعات شغال بياع بشري. احساسك ايه؟ هي طبعا جود اكسبيرينس يعني، وعرفت قد ايه انا مفقوس يعني. الحق اتقال يعني، ما اعتقدش ان في حد معرفنيش، بس الناس طيبين جدا، ناس لذيذه. لما بيلاقوك مصر بيقلقوا شويه. اشكرك جدا يا هاني، والله نرجع لشغلنا الطبيعي بقى. احنا هنروح نمثل يا جماعه. السلام عليكم.